بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. خاطرة اليوم والجو بديع والله، والشمس الكويت يا رب وعلم الكويت، يعني اليوم هواء راكدي، الهواء خواهر على البحر. المهم ان انا اليوم مخاطرتي تقول ان احنا ما هو التغيير، هل حصل تغيير على الكويت؟ الله ان شاء الله يجعله على طول مرفوع دام الصباح، وهذا الطير يطير في سمائك. هل احنا حصل عندنا تغيير يا ناس بين مجلس 2020 ومجلس الأمة 2022؟ انا برأيي ما صار اي تغيير، يعني من 29/9/2022 الى اليوم الموافق 14/11، يعني تقريبا شهرين الا شوية، 2022 20 ربيع الاخر 1444 هجرية يوم الاثنين، حسيت ما صار تغيير، يعني نفس بس الرئيس مرزوق الغانم والشحومي، وصار مكانهم احمد السعدون والمطير، ما صار اي تغيير، نفس الوضع الحنة وشوية، والصاحب عن مجلس أمة الوحيدة اللي هي وقفت. يعني احنا ان شاء الله متفائلين، بس لحد الان حتى انا قعدت اشوف طرح رئيس مجلس أمة الحالي احمد عبد العزيز السعدون حق قضية البدون، ترى حتى نفس رئيس مجلس أمة السابق مرزوق علي ثير القائم هم طرح مشروع للبدون. فللحين بس على فكرة من ان ما حسيت ان احنا ما تغيرنا، ان الى الامام اللي نجحوا واللي يبدد، يعني اول مرة يمكن 10/11/12 واحد، حسيت ما في مفكرين عندنا بدولة الكويت. يعني قضية البدون قضية يبيلها مثل الله يرحم احمد الربعي وغيره كانوا مفكرين، حتى الوالد سيد وسام هاشم السيد احمد الربعي وزير ناقش شيخ الطريقه رفع الصوفيه، الحكماء افتقدناهم، يعني ما حد يناقش بطريقه عقلانيه. هي قضيه البدون قضيه سياده حق دوله الكويت، بس هو اتذكر الوالد يعقوب الرفاعي كان سالته قال لي يا ابني لازم يصير فيها تجنيس. فلا يعني التجنيس زين، ترى امريكا اكبر دوله بالعالم تجنس، وصار اوباما رئيسها وهو مولود مو بامريكا، بكينيا، حين بريطانيا العظمى رئيس وزرائها هندي من الطائفه السيكيه السيخ. فاحنا لازم نغير، حتى يعني حسيت ان نقاشاتنا بمجلس الامه يعني تبيلها شويه، يعني يكون فيها يعني مستوى. المهم ان احنا حتى بقضية البدون ما ننسى، ما نبيها تنسينا قضية ان احنا وضع المواطنين الكويتيين، زيادة رواتب المساعدات الاجتماعية النساء وغيرهم، اوضاع القوة الشرائية الدينار الكويتي، ارتفاع الاسعار، متقاعدين اوضاعهم المالية، السبع رواتب لازم تصير منحة لهم، شيء النظام الربوي من الاستبدال بالتأمينات الاجتماعية غير الكويتيين، مساعدتهم القاء على فكرة هذا قانون 60 سنة يكلفهم من 1000 إلى 2000 دينار، يعني هذا هم حل. ولازم نتوسع في قضية الإقامة الدائمة، أنا أعرف كذا واحد من جنسية اللي خدموا بالغزو الصدامي للحين ما جددوا لهم إقامتهم، وقفين نظام اللي هو المادة 24، فلازم اللي هم يكفيه نفسه نتوسع فيه عشان هو حل لمشكلة البدون، لنخفض الرسوم الطبية والإقامة على غير الكويتيين، على أساس أن احنا نحقق يعني شو اسمه قوله تعالى أما بنعمة ربك فحدث، يعني نعم الله كثيرة. والكويت على فكرة يقولون حاليا والله أعلم أنها راح تسبق دولة قطر الشقيقة في الصراحة، يصير فيها كأس العالم، راح تسبقها في الغاز، دولة الكويت فيها غاز حاليا كثير خاصة بالبحر. يا رب ان احنا نشد حيلنا شويه ونغير الى الاحسن، وامامنا فرصه ان نحل مشكله البدون حل زين، وما نتضايق من التجنيس، لا تتضايقوا من التجنيس. الكويت جتها هجرات من كل دول العالم، ولازم يكون عندها يا شعب علشان تحفظ حدودها وتحفظ ثروتها النفطية والغازية وغيرها، وعندها استثمارات، فتحتاج إلى ناس حتى غير الكويتيين، خلي يزيد عددهم. احنا ترى ما عندنا زحمة، أنا شيكت إلا فترة الحين الظهر فترة المغربيات شوية ما في زحمة، أغلب الشوارع فاضية، قلت الكويتيين تصفر، يعني الجسور شوفوا هناك فاضية بس أماكن معينة فترة الذروة بس. فيا رب إن احنا نتغير إلى الأمام ونسمع الكلام التمام.
جايتنا جلسة بكرة مجلس أمة وبعد بكرة لحد الآن أداء مجلس الأمة باهت. يعني الناس كانت متوقعة منهم شغلات وكله بأمر الملك الواحد القهار. يا رب يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك وشكرا.